السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. من وين عاد؟ من الفلبين آخر الدنيا. أسألكم شيء، معرض اسمه معرض عطايا. معرض عطايا سنويا، كل سنة يسوونه مرة واحدة، والمعرض يسوى في أبوظبي، ويقال أنه بيسوى مرتين في السنة حاليا. يعني شيء دراسة على أساس أنه يسوى المعرض مرتين بدال مرة. كل حد يتمنى أن المعرض بدال المرة يكون مرتين، كل حد، لأن نسبة المشاركة وايد كبيرة. عن السنة مزحوم زيادة عن اللزوم، وحقق إيرادات وايد كبيرة، ونسبة التبرعات كانت وايد، والمبيعات وايد كانت كبيرة، وإقبال جماهيري من جميع مجلس التعاون، بل من العالم والشرق الأوسط انتظر المعرض. والإيرادات ما شاء الله تبارك الرحمن كانت وايد وايد كبيرة، فحقق إيراد وايد كبير تبارك الرحمن. والمعرض هذا تقريبا له حاليا بين الأربع إلى خمس سنوات، بين الأربع إلى خمس سنوات المعرض منذ إنشائه. زين، شو اللي ينعرض في المعرض هذا؟ اللي يعرض في المعرض هذا، على الله يحفظكم، مش مثل أي معرض، الأشياء السبيشل، الشيء المتعوب عليه، من الحرف اليدوية، الأعمال الخاصة بالناس، الفنانين، مش خمام السوق يعرضونه، لا، شيء الفنان، مثل لوحات الرسم، الأواني، مستلزمات المنازل، مساحيق التجميل، مثل الوعيان وما وعيان، لكن الأشياء السبيشل، يعني تلقط شيء ما شيء شراته، ما حد حتى يروم يسوي عليه تغليد. يعني أشياء خاصة، أشياء حرفية بطريقة معينة، بإتقان، مش كل حد يروم يسويها، من عطورات، دور أزياء، أطعمة، لبس، كل ما يخطر في البال كله موجود. زين، العارضين من الإمارات، من دول مجلس التعاون، من الشرق الأوسط، من العالم، كله في معرض واحد. ومن المتعارف عليه اللي يعرض كل سنة في عطايا، الماركات ما تكون ماركات عالمية، غير جودتها أخير حتى العالمية. فعلى هالأساس كل من خلصت سنة ويت سنة لعقبها كبر المعرض وكثرت إيراداته وكثروا العارضين. هذا روحه مؤشر إيجابي يثبت للعالم نجاح المعرض، والله يوفقهم إن شاء الله. زين، بتقولون الحين منو المستفيد من هالمعرض؟ المستفيد على الله يحفظكم من الريع ماله، يأخذ نسبة معينة. الدخل مال المعرض عطايا يأخذ نسبة معينة من الأرض المؤجرة، من الدكاكين والمحلات ومن التجار. زين، الدخل هذا أو الريع أو كمية التبرعات الكبيرة وين تصير هذه؟ تصير على الله يحفظكم حق المحتاجين في جميع أنحاء العالم. مثلا، لكن أول بادي لازم تعرفون منو تحت سقف، منو تحت سقف الهلال الأحمر، لأن عطايا على الله يحفظكم منو تحت مظلته، تحت مظلة الهلال الأحمر. الهلال الأحمر هي الهيئة الرئيسية، هي الهيئة الرئيسية والمسؤولة الأولى والأخيرة عن جمع التبرعات، وهي المسؤولة عن تسوي أشياء الخير. الهلال الأحمر هو اللي عند الحق يتصرف بالأموال هاي داخل الدولة وخارجها لصالح المحتاجين والدول، من دول اللي هي تنمي، يعني فيضانات وسيول وحروب ومصايب، مثل ما تشوفون في الفلبين. انزين، حاليا اليوم مثلا جايين بالهلال الأحمر أساس يحطون حجر أساس للمدرسة. المدرسة هذه اللي اليوم يحطون بالهلال الأحمر حجر الأساس اللي لها، بصور لكم أخلاف إذا الله جعلنا الحين، وحدة من ست مدارس، وحدة في الفلبين، والثانية في سقطرة في اليمن، ووحدة في مصر، ووحدة في أفغانستان، ووحدة على الله يحفظكم في موريتانيا، ووحدة في الهند آخر وحدة. إنزين، اليوم بيتحط حجر الأساس مال أول مدرسة. هذا عاد من أي ريع؟ ريع المعرض اللي خطف، ما شاء الله كان
جيد واكثر عن جيد، فلله الحمد والمجيد. نرد نذكر بمعرض عطايا، معرض عطايا على الله يحفظكم يقع تحت مظله الهلال الاحمر، ومعرض عطايا واحد من عده معارض مسؤوله عنها سمو الشيخه شمسه بنت حمدان بن محمد يعلى الله يطول بعمرها ويحفظها. وشمس بنت حمدان يعلى الله يحفظها ويطول بعمرها هي الشيخه شمس بنت حمدان بن محمد ال نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان. ولا يغمى عليكم الكل منكم والجميع يعرف ان الشيخ حمدان بن زايد يعلى الله يطول بعمره هو رئيس هيئه الهلال الاحمر الامارات. ففعل الخير والكرم مخلف عليهم عيال زايد الله يطول بعمارهم، مخلف عليهم من ابوهم حياه الشيخ زايد. الكرم اللي فيه ينضرب به الوصوف، وين ما تصير اي بلاد في الدنيا العوده ايا كانت ديانتهم، ايا كانت ديانتهم ولا مذهبهم ولا علمهم ولا خبرهم، كل يدعي له وكل وصلته ايادي الخير. كل آنس الكرم اللي ظاهر من الإمارات، من حكومة الإمارات، متمثلة بالقيادة الرشيدة من حياة الشيخ زايد اللي خلفه على عياله وعيال عياله، ونحن أبوي ماشيين وراهم مدام الرب يعبد والميور. سعادة السفير صبحك الله بالخير. خير العالم. كيف حالك؟ صبحك الله بالخير. كيف حالك؟ الله خليت منك. طيب الله. الواحد دكتور سعادة الدكتور محمد المعتيج الفلاحي يعلى الله يحفظك ويطول بس كانوا هم العمالة يرسون لقاها الرئيس حق العمالة مالهم الباقي كله يدفع عيال ساعة الصبح عادي ياسين في اللوبي انت ريال. الأسئلة التي أنه يعني ليش أنتم سايرين بلاد ما فيها كثافة مسلمين يصيروا تساعدونهم أو يساعدونهم الهلال الأحمر، هم ما يدرون شو شغلة الهلال الأحمر يعلى الله يحفظكم. هيئة إنسانية ما يخصها لا في مذهب ولا في ديانة، كان بانيان بوذي مسلم دون أبوي العرب كلها، مثل حياة الشيخ زايد. حياة الشيخ زايد يسعف أبوي المنكبوين في الدول، حتى أي جنسية بالهلال الأحمر، إنشاء الهلال الأحمر حياد زايد. فهذا يمثل تأسيس الحقيقي لمذهب حياد الشيخ زايد. مذهب حياد الشيخ زايد مذهب التسامح والكرم لكل اللي كل من يينا صار حقه علينا. قالك أبوي كلهم تبعوه من عياله وعيال عياله، ونحن يا الشعب كلنا أبوي تبع وتابعين لحياد الشيخ زايد. أطيع الله والرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر أبوي يساعدون الزين والعالي والداني المحتاي واللي عنده بعد يزيدون بشيركم. انظرون الديانة إنسان مسلم كان في إيطاليا ولا في أمريكا ولا وين 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 مكان يكون، المساعدات توصله. زين هذا سيرنا أبوي، نحن من هاي الساعة سيارة السفير قدام ويا سعادة الدكتور محمد عتيج الفلاحي، ونحن أبوي وراهم. وين سايرين يحطون حجر الأساس لأولى المدارس الست اللي خبرتكم عنها، حجر الأساس للمدرسة لوحدة من المدارس اللي ريع عطايا يغطي. مثل ما تشوفون المنطقة هاي اللي نحن موجودين فيها أغلبية سكانها كلهم وبركاته and good morning. Welcome to the project of Emirates Red Crescent through His Excellency Ambassador Hamad Said Al-Zabi of the United Arab Emirates and the City الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
صراط الذين أنعمت إليهم غير المغضوب إليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك التوفيق وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تجزي كل من أسهم في بناء هذه المدرسة خيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مأسورا. جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dear friends, welcome to the city of Taguig. Allow me to thank Allah Almighty for giving us a beautiful day. I would like to chance because we believe in synergy, we believe in cooperation, we believe in common agenda, we believe in peace and prosperity. And the city government will continue to be your partner in progress. May God bless us all. Again, thank you, Mayor Lani. And again, let's all. Conciano, Stimberges, good afternoon. Today it's a groundbreaking mark, the beginning of the new school here. And it's being built with the funding of the American Council. I would like to thank the Mayor Lani together with her team. To mark this project possible. Also, let me thank the Emerson Christian for their good effort in building this school. To present the value that your community places on education and the partnership between the United Arab Emirates and the Philippines. Shukran. And for the closing remarks, I would like to call on أكيد جرت التقاليد أن يبي نحط حجر الأسماء لبس المهندسين أو اللي موجودين في الموقع يعني. لزوا أبوي بالكبابي ما شاء الله عليهم وعلى الله يحفظهم. قماضني ما أصور عمري. ها إي والله بلاني إيش مسوي علي؟ Students from Maharlika village have to go out of the village just to study elementary. But my husband was the one
now, yes, my husband, Senator Alan Cayetano. And now that I'm mayor, it's my goal to put up the first high school also in the community. And we're so happy that you sponsored. Very happy about it. Yes. Actually, I was telling the group of engineers, your partners, that we have biggest and most popular, one of the most popular mosque in Metro Manila. And beside the mosque, it's a park and a trade center. So it's the desire of the local community. So we want to showcase the food. We want to have a food hall to showcase the halal food and also lots of plants. And the ulam, we will sit down with them to have a Maharlika development plan. Because we really want to promote Maharlika as the best Muslim community in. I'm doing a sales talk here, Madam Chairperson. Thank you. Thank you, sir. So, yes. And, sir, we also have a very good madrasa. We have a very good madrasa course. Yes, we do. Muslim community, because my husband grew up with the Sultan and all. So, I am not a Muslim, but I am very much familiar. Saguit was actually awarded as the best madrasa implementer in National Capital Region. So because we supported the program, that's true. Right. Even if you like I agree. Us, we like you also. Thank you so much. As a religion, as a religion, and as a people. Oh, thank you. And, right. So, and this is part of our religion. Right. Yes. So, yeah, we're so happy because our madrasa program. We just came from Samar Island. Oh, I understand that you inaugurated hospitals. We built 18 schools. Okay. I'm sure that the classrooms are two story and the people of Maharlika. And the future. We just have developed. It's all schools. So most of them. Inshallah. Distinction. It's open. It's open to everyone. Yeah. It's just like 6 months. All these without looking from the region. Thank you, sir. We'll be so happy to welcome you. Yes. We partner with other agencies also. But in a program here, we inform you. Thank you so much. It's an honor for us. ما قصرت يا سعادة السفير، ما قصرت. السفير أعتقد أن السفير قال أن في رمضان بنجيب لكم فطور. أعتقد أن قاعد بنشارك المنطقة هاي المسلمين بالفطور. أعتقد الله يطرح فيهم البركة. هيل الجنود المجهولين. ما شاء الله والله عليهم. والله مو مقصرين صراحة يعني. قصر عنهم الشاب. سابقينا بعشرة أيام. الله يطرح فيهم البركة. لا الحمد وهيلة كنا تعلمنا من الشيخ حمدان واستغينا منه الإنسانية والعلم. صراحة مو بغريبة عليهم صراحة. جزاهم الله خير. واجب هذا واجب. وأبعث لكم سلام وتحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد. الله يسلمك. وقال لي خص كل واحد بالسلام. الله يسلمك. الله يجزيكم خير وما قصرتوا وبيض الله ويوكم. شكرا لك شكرا مني لك كنا نتكلم الفرصة هذه الدكتور طبعا المنافسة هذه نتكلم بشكل عام عن عطايا الوقوف على عدة مشاريع وجهت بها قيادة دولة الإمارات منها مستشفيات أو خلنا نقول حقبة من المساعدات منها دور للأيتام وكذلك اليوم مدرسة من خلال مشروع عطايا اللي بالفعل نفذ مشاريع استفادت منه شرائح كبيرة من دول العالم طبعا تم افتتاح لله الحمد 18 مدرسة في جزر سمر وكذلك تم افتتاح كبير واستفادوا منها هناك كذلك المستفيدين جهود دولة الإمارات مو بغريبة أبدا جهودها لهذا السبب الإمارات تميزت وأصبح في إنسانيته ووصلنا لله الحمد قدرنا وقدرة قيادتنا الرشيدة أن توصل هالمساعدات للمساعدات مشاريعنا اليوم فلسفتنا في العطاء تغيرت أصبحت المشاريع مستدامة الفكر تغير من إغاثة إلى مشاريع مستدامة لله الحمد يستفيد منها شرائح كبيرة آلاف المؤلفة من البشر بدون النظر إلى لون أو جنس أو عرق أو معتقد وهذا مذهب وعودنا عليه وزرعه فينا أبونا الشيخ زايد نقدم المساعدات للبشرية جمعاء بدون النظر إلى أي اختلافات أخرى شكرا أخواني
شكرا سعادة الدكتور. الشكر لله، جزاك يعني الله خير يا محمد، ما قصرت. مشكورين بياض الوجه، بياض الوجه. مشكورين على كل جهودكم. الله يسلمك. وانتهى ابوي حفل وضع حجر الاساس دور الجدل، وهذا نحن الحين مركب السيايير. وينك اللي ما تضيع الدرب؟ اتغدى ابوي عند السفير وبنصلي عنده في الظهر. نحن الحين عند في بيت سعادة السفير في ضيافة السفير على غداء، هذا عازمنا، شو غداهم الله يعلم به. بيت السفير ما شاء الله فنان، ياخذ العدل رقم واحد بيت، هذا يسمونه البيت الولايتي، غير تحرى عمرك ياس في استديو مال تصوير. وبيت السفير ما شاء الله تبارك الرحمن فنان، كأنك ياس تشوف فيلم، يعني مقطع من فيلم مكسيكي ولا ما ادري ايش قايل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك ريحة هالزعاب بعد فيه البيت فنان ريحته. سعادة السفير مرحبا محمد، مشكورين ما قصرتوا، يعني الله يبيض ويوهكم ان شاء الله على هالمايوب الفنان. ربع سمعنا الكسور ما ربعك كسور. يا محمد يعني الله يطول بعماركم، ما شيء بصيره، كل خيرات الله مكوده عندكم، وخيرات الله وايد الله كل شيء وافي وفنان ورقم واحد، والأهم عن رقم واحد انه ولايتي. الله يسلمك. شهادة هاي يعني. شنو شهادة؟ شهادة ولايتي ابو محمد. الله يسلمك تسبيها بعد خاصة منك انت. الله يخليك سعادة السفير. الله يسلمك. ترتيبكم زين وفنان. لا والله ولا حد يسلم عملنا في دوركم الكبير اللي ساهمتوا فيه، جهودكم هذه يعني تعزز دورنا نحن هنا في الحكومة. احنا بعد كذلك نتوجه بالشكر لسفيرنا السابق جزاه الله خير اللي قام بالدور الكبير، وانت جيت وكملت على دوره صراحة جزاك الله خير. ووزارة الخارجية لها كل الصعاب اللي نواجهها نحن ك يعني هيئة الهلال الأحمر، لكن صدقني بتضافر الجهود بيننا وبينهم قدرنا نحل الحمد لله الحمد. قدرنا لله الحمد ان احنا نوصل ونرفع رايه الامارات خفاقه في كل بلدان العالم. جزاكم الله خير وما قصرتوا سعادتكم. مشروع غدير هذا مشروع ناجح يدعم الاسر المتعففه، ونحن عاده يعني نهديه للدواوين الاسر المتعففه يعود لي الاسر نفسها وتنتفع منها، فنحن نبيع بالنيابه عنهم ونعطيهم الاموال وهم يستفيدون منها. ف رايح هذا الشخص غني بالنسبه لي. جزاك الله خير، مشكور وما قصرت. يستاهل يستاهل، كفو السفير يستاهل، انتم ما تقصروا. ما شاء الله عليه مكبر بطنه. كره اعطوه اربع شهايد قبل له وحده. لحظه تكريم، حتى شمل حتى دريولية السفارة جزاهم الله خير ما قصروا، كل حد ابوي كربو. ايوا ابو لي اسمه دادو، يحافظ على دادو. السفير سامحنا ترى ما بنظهر لين جري بالطيارة.
ما عليه شوي بنكون شوي ثقال عليه. لو انت ضاري تقيسر قيل نحب راينا ياسين. هسه على المباركه. نعم بغينا احسن يومين يعني من الله يخليك والله من طيبك من طيبك واحسانك. احسن لي 4-5 شهور بس احسن يومين الحمد لله. وجودك انت هو اللي اثر اليلسه وجودك هو اللي اثر الشيء اللي احنا جايين على سبه. وانت اصلا من بونك مبروك. الله انت بكبرك مبروك. الحين ابوي على اهبه الاستعداد. الحين ابوي هاي ساعه الفراق بيننا وبين هالبلاد. الى الله يستر المسلم. شكرا سعاده السفير على حسن الضيافه. دفع الله الشر والبلاء عنك. بغيت اتكون. مشكورين سعاده السفير طال عمرك. مشكورين بارك الله فيكم. الحين تونا وصلنا المطار، نتظر الجماعة يوصلون، نحن قدامهم هم ورانا. قلنا باقي ساعة عند الإقلاع. عيسى السماحي، شكرا لخريت منك، مشكورين على حسن الضيافة. هذا واجب ما يقول. بياض الوي، تشكرون على كل ما تقولون.